السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا سترون 3D Interface ديمو. ده عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد عشان تقدر تتحكم في المنزل الذكي والمباني الذكية، فتقدر تتحكم في الطاقة، تقدر تتحكم في التكييف وكل حاجة. هيظهر معاك المبنى بتاعك بالشكل دوت، تمام، بحيث انت عارف كل غرفة التكييف فيها قد ايه، الحرارة قد ايه، الرطوبة قد ايه، كل حاجة، فتقدر انت تتحكم في كل حاجة موجودة في البيت بتاعك. بضغط زر بسيطة جدا تقدر ان انت توصل تغير في التكييف، تغير في المروحة، تغير في الانارة الخارجية، كل حاجة تظهر معاك بالشكل دوت. وده ممتاز يعني لو انت سافرت ونسيت حاجة تقدر ان انت تتحكم فيها. فالتطبيق ده من التطبيقات الكويسة جدا لو انت عامل خدمة المبنى الذكي في البيت عندك، فتقدر تتحكم في كل حاجة فيه.